في إطار الشهر العالمي للتوعية بسرطان العظام، تسعى الفارابي لحلول الرعاية الصحية اليوم لتعزيز الوعي بهذا النوع النادر من السرطان الذي يشكل أقل من 1% من جميع أنواع السرطان. يبدأ في أي عظمة، لكنه يؤثر غالباً على الحوض والعظام الطويلة. أعراضه تشمل ألم العظام وانتفاخ أو تورم حول العظم المصاب، قد يضعف العظم ويصبح عرضة للكسر بسهولة. أعراض أقل شيوعاً تشمل التعرق الليلي، فقدان الوزن المفاجئ، وارتفاع الحرارة. العلاج يعتمد على نوع السرطان وصحة المريض ومدى انتشار المرض.